بيكم فيديو جديد مع لعبة محاكي الشاحنات الأوروبية. احنا الفيديو النهاردة هيكون في مصر زي ما انتم شايفين كده، القاهرة قدامنا اهي، القاهرة ناس 198 كيلو على القاهرة. اهم حاجة مش مشترك في القناة، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، عشان ده اللي بيخلي القناة تكبر وتستمر، ومن غيركم القناة دي ما كانتش هتكبر ولا تستمر. ان شاء الله ان شاء الله استنوا سلسله جديده من تحديات لعبه محاكي الشاحنات الاوروبيه. هنودي الشحنه اللي معانا، هنسوق كده 5 ساعات. الله اكبر، القاهرة زي ما انت على طول. يلا بسم الله. ويا جدعان ما خلوش حد يضحك عليكم ويقول لكم اللعبة دي موجودة على الموبايل، مش على الموبايل. اللي موجودة على الموبايل دي بتبقى يعني حاجة شبه مستحيل منها. اللي عايز اللعبة دي لو تلاقيها يخش هيلاقيها على ستيم. انصحكم بالاصل محدش يعمل يجيب المغرقة ولا يحملها. مصر بقى والزحمة بتاعت مصر وانشاء الكباري. ان شاء الله ربنا يحفظ اهل فلسطين والحرب اللي عندهم ده. عايزين نعدي على فلسطين نشوف الدنيا عامله ايه هناك. يا ريت يا جدعان اي حد يدعي لاخواتنا في فلسطين. ندي اشاره اللي احنا هنخش يمين. القاهرة زي ما احنا على طول، احنا هنخش يمين. استنوا بقيت السلسلة بقى من لعبة محاكي الشاحنات الأوروبية وجي تي اي 5 برضو، الاتنين مع بعض. عايزين نطلع الفيديو ده أكتر عدد من المشاهدات واللايكات، أكتر عدد ممكن. يلا ايه ده غسر الملك سلمان ده اللي بيربط ما بين مصر والسعوديه. احنا فين كده؟ ده الجسر ده اللي بيربط ما بين مصر والسعوديه، احنا داخلين على السعوديه. جسر الملك سلمان. احنا عايزين ناخد صوره في الحته دي مع جسر الملك سلمان. قناه السويس ايه؟ قناة السويس. خدنا صورة حلوة أو صورتين. داخلين على حدود السعودية. اول مره اشوف جسر الملك سلمان. احنا عايزين نروح السعوديه نشوف كريستيانو عامل ايه هناك. ايه ده شرم الشيخ؟ مش المفروض اللي احنا كده عندنا الحدود ولا ايه اللي جاب شرم الشيخ وبورسعيد؟ يبقى احنا جايين من عند السعودية ولا مش عارف حاجة غيرها. شرم الشيخ بيقول لك على اليمين وبورسعيد
ما شاء الله الدنيا حلوة. عايزين بقى نشوف العربيات المصرية وعربيات الشرطة، عايزين نبقى نروح شرم الشيخ بقى. بس الصيف خلص خلاص. يلا يا عم يلا، احنا هنا ما بنوقفش اشارات، هنا بنخش عكس. علم مصر، تحيا جمهورية مصر العربية. أنا عهدي على ديني، أنا دمي فلسطيني فلسطيني. الله مصر ونمر مصر، على عهدي على ديني، ده أنا دمي فلسطيني فلسطيني. ربنا يحفظ أهل فلسطين يا جدعان. بص انا مش عارف اشوف النمر بتاعتك بسرعه، بس خش. فين البوكس المصري؟ ايوه اي شيء، البوكس المصري اهو. انا خبطت الراجل تقريبا، مؤاخذه خير. كان نوع عربيتك ايه؟ بس يعني ما خدش البي ام دبليو، اعوذ بالله من خير. هو يا عم اي خدمه، علم ايجيت اهو، البوكس المصري. انا عايزين نشوف البوكس المصري. خش يا عم. هتخش يا عم انت اهو. خش، مش عايزين نرجع على الراجل. هما سواقين برده، مش انا قلت لكم احنا بنخش عكس. ربنا يستر بقى وما ناخدش مخالفة. طب ما انتوا دخلتوا اهو، تصدق ان انتوا صارين سواقين باردين. والله انت بارد منك ليه؟ العربية مالها فيها ايه؟ تحيا مصر. عايزين نلقط صورة هنا. ايوه كده اهو، لقط لنا يا عم الصورة دي. مصر مصر يعني مصر. عايزين نشوف حدود فلسطين يا جدعان، عايزين نشوف فلسطين. ان شاء الله قريب هنشتغل في مصر بقى وفي السعودية وهنخربها. عايزين نمسك دولارات، بس هنا بنتعامل باليورو. مصر يعني مصر. انا في اغنية عايز اغنيها، بس في وقت نفس الوقت مش عايز اغنيها عشان الفيديو ما يتحذفش. يا سلام يا مصر، مصر شايف مصر والحلاوة بتاعت مصر وعلم مصر اهو جاي. علم مصر اهو. احنا كده في سينا ولا كده فين؟ احنا هنكمل وهنشوف النهاية. ماشي، 3 ساعات ونص. ايه ده؟ مخالفة اللي خدناها واحد الله. طب واحنا خدنا مخالفة ليه؟ احنا ما عملناش حاجة غلط. هما خدوا 2800؟ دول خدوا 6000 جنيه، 6000 يورو. يا مؤاخذة
ماشي يا مصري، ماشي 6000 يورو بحالهم، حرام والله. مصر مصر يعني مصر. مش اشكال 6000 يورو، بس انا فرحان. هو احنا هنا في سيناء ولا هنا فين؟ كده كده هنشوف اي حتة من الشام. مصر، ايه علم مصر؟ الله، مصر جميلة ومصر. وعلى ما أظن أنا مش عارف إحنا فين. الشرطة الشرطة المصرية، عربية الشرطة. أيوة يا باشا، عدى يا باشا، عدى. أه الشرطة المصرية. اسلم يا ابن البلد. هذا على ديني، دم دم فلسطيني. ليس لها ساعتين ونوصل، يا رب نوصل بالسلامة بالشحنة اللي معانا دي، اللي مش عارف هي رايحة لمين أصلا. بس احنا كده ممكن نعدي على فلسطين. استنى خلينا نشوف هنعدي على فلسطين ولا لأ. احنا قربنا نخرج من حدود مصر اهي. اه نعدي على فلسطين. مصر مصر، لا 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 لا، مصر. انا كل ما اشوف جامع واشوف عربية شرطة اتحمس. قربنا نوصل يا جدعان. علم مصر اهو على الخريطة قدامنا. اه هنشوف يا ترى، هنشوف هنخش فين بقى. بس انا يعني احتمال هنخش يا فلسطين، اللي ربنا يحميها يا رب. بيروت وفلسطين وبس، لازم ناخد صور كتير. فلسطين، هنخش فلسطين. فلسطين يا جدعان، حققنا الحلم. الحلم هيبقى حقيقة، هنشوف عاملين ايه في فلسطين. دخلنا حدود فلسطين. فلسطين فلسطين، بص الارض متكسرة ازاي، شايفين الارض؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بص الارض، الارض من اولها متكسره. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ببالي. من اولها مكسرين الارض، بس يا رب يحميهم يا رب. اول فلسطين الارض مكسوره. دخلنا حدود فلسطين. بص الارض يا جدعان، بص الارض، بص الافتراء. احنا كده في فلسطين.
بيروت. احنا لا بيروت فلسطين. اه بيروت، عشان كده اليافطة كان مكتوب عليها بيروت. ايه ده في بوكس مصري ماشي في فلسطين، في حدود فلسطين. مصر تلام، انا عهدي على ديني، انا دمي فلسطيني فلسطيني. بص يا جدعان، بص الافتراء. بص الارض مكسره ازاي، بصوا شايفين الارض مكسره ازاي. هما محتاجين الدعوه من كل واحد. هي في الحقيقه اكثر من كده. ايه ده، حدود اسرائيل، ده اسرائيل محتله المكان، علم اسرائيل. اعوذ بالله، او ينفع نخش فيهم. علم فلسطين وبعديه علم اسرائيل. بص العربيات المحروقة، شايفين؟ او ينفع اخش بالكمين ده باللي فيه؟ كنت عملتها، حاطين علامهم. شايفين العلامة على الخريطة؟ شايفين؟ شايفين علامهم؟ اخ بص، دخلنا حدود اسرائيل. بص انا تل ابيب، ايه ده حاطين دبابة، ايه في دبابة بتاعتهم. بص الدبابات حاطينها فين، ولا ارضهم ولا مكانهم وحاطين فيها دباباتهم. احنا بنصور كل لحظة عشان نشاهدها معاكم. انا ارد على فلسطيني فلسطيني. انا ارد على ديني، ده انا دمي فلسطيني فلسطيني. سين يا لهوي يا اما. امتى نطلع من المنطقه مش عايز اتكلم، انا مش عايز اتكلم عشان الفيلم ما يتمسحش، هيتحذف هيحذفوه. تن اعلامهم في كل مكان، احنا ولا يشغلنا المصري فوق اي حته. يا ريتني كنت حطيت علم مصر وفلسطين. نقربنا ندخل خلاص، احنا الحاجة دي موديناها لهم. سم هاري يدفعوه. انا كنت اعرف ان الحاجة دي رايحة لهم ما كنتش وديتها. اه الله، هي العربية عطلت اول ما شافت العلم. الحمد لله وصلنا بالسلامة، استنونا في فيديوهات قادمة. مع بلدي العظيمة مصر. ايه ده ايه ده، احنا دخلنا غلط، دخلنا غلط. مصر يعمل اي حاجة دي انت هو. لا ولا احنا كده هنقلبها، احنا ننزل عكس احسن. مشكلة مفيش مدخل، لا ده في مدخل اهو، في مدخل من قدامي اهو. هنعدله ازاي؟ هما في عربية حكومة واقفة عندهم الناحية التانية، ممكن تديني مخالفة. عادي مش هتفرق معايا المخالفة.
اهم حاجه اللي احنا نلف ونعدي. عشان المصري بيلف من اي حته بس ما بيشغلوش اي حاجه. عدي يا عم، والله انت راجل محترم اللي راكب المرسيدس. انت عاش، يلا عاش، لفناها. مش هتيجي، شكلها مش جاية، بس احنا كده لفناها المفروض بقى. الحته ضيقه فالعربيه مش هتقدر. نلف من اي حته تاني بقى. هو المدخل الناحيه التانيه، بس مش هنعرف نلف. شكرا لبتاع المرسيدس اللي قعد، الراجل المحترم اللي قعد كل ده مستنيني. بعد كده نلعب في الاونلاين. الرحلة دي قعدت معايا 44 ساعة. احنا ننزل عكس ونرجع ونطلع، احنا ما بتفرقش معانا. طبعا مش هنعمل كده في اي دولة عربية، لا. ولا اكن حصل حاجة، حد شاف حاجة؟ لا. مصري ولا بيهمه مين. طيارات اهي. ده انا عهدي على ديني، ده انا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. مش عايزين نشغل اغنيه عشان الفيديو برضو الحقوق تبعه النشر. السعاده واحنا بنغني اهو. بسم الله. يا الله يا سلامة، وادينا وصلنا بالسلامة. شام ايه ده؟ بابا هي العربية مش عايزة تخش عندهم اصلا. والله يا جدعان مش عايزين نقعد في المنطقة، مش عايزين نقعد في المنطقة دي. احنا بص، احنا مش عايزين منكوا حاجة، احنا عايزين بس نمشي. انا بقالي 44 ساعة سايق، وفي الاخر تطلع الشحنة ليهم. او كنت اعرف من الاول. يلا، هو حلو كده. طب هو ايه انت مش 47 ساعة سايق، في الآخر اديني 6000 جنيه المعفنين، معفنين الجبنة 6000 جنيه، بقالي 47 ساعة سايق. بس كده، دي تالت حلقة النهاردة، وتستنونا في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.